حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج من فلسطين عبر قناة الرافدين. كيف يبدو واقع القضية الفلسطينية بعد مرور 26 عاما على اتفاقية أوسلو؟ كيف استغل الكيان الصهيوني الاتفاقية المشؤومة من أجل السيطرة على القدس المحتلة؟ ماذا تبقى من تلك الاتفاقية على أرض الواقع؟ هل يستطيع الشعب الفلسطيني الإفلات من فخ أوسلو؟ وفي زهرة المدائن التعليم في القدس فرص وتحديات، كما نتابع في ذاكرة فلسطين اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 93 و900 ألف. فابقوا معنا. من غزة الحرة طلينا، لا ما تعبنا وما كلينا، وسفينة ووراها سفينة من حقي بحري والمينا، ولبسنا أكفنا وجينا من حقي بحري والمينا، ولبسنا أكفنا وجينا نكسر قيد المحتلين، يا بحر نحنا جينا، نحنا جينا، نحنا جينا. أنا جايش راعي إيماني ونبي أحمد رباني، اسمع مني يا سجاني، ولا ممكن تقصر أمنينا. أنا حقي أبحر ببلادي، أنا شط وبحر وصيادي، حيفا ويافا وعكت نادي، أسدود بتنده علينا. يماني شط أنا استني، أنا منك يا قطعة مني، إما الحرية أو الجني، يا شعبي مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. لم يكن اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني مجرد اتفاق مرحلي، بل كان نهاية مرحلة وبداية لمرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني، مرحلة شهدت العديد من التطورات على الساحة السياسية الفلسطينية والصهيونية. فالاتفاق الذي لم يدم طويلا إلا أنه يعد أهم حدث سياسي فلسطيني خلال العقود الأخيرة، نظرا للتداعيات والتطورات التي ترتبت عليها. مر 26 عاما على اتفاق أوسلو الذي وقعته قيادة المنظمة مع العدو الصهيوني في سبتمبر عام 1993. كانت تلك السنوات إلى حد كبير سنوات عجاف على مسار العمل الوطني الفلسطيني وبنائه المؤسسي وعلى مكانة القضية الفلسطينية. لماذا وكيف وإلى أين؟ هذا هو موضوع نقاشنا في هذه الليلة مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. ونبدأ النقاش بحول الله بعد متابعة هذا التقرير، فابقوا معنا. حال منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ليس بأفضل منه قبله، فبعد 26 عاما على إبرام الاتفاق بين المنظمة وكيان العدو بوساطة أمريكية، يرى الشعب الفلسطيني أن على المنظمة أن توقف التزاماتها باتفاق أوسلو وتسقط عنها تبعات الاتفاق كالتنسيق الأمني وقمع المقاومة الفلسطينية. فالاتفاقية تصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني، فيما يبقى الالتزام الحديدي من جهة السلطة بالاتفاق وحدها. لحظة اتفاقية أوسلو عنا التنازل عن ثلاث أرباع فلسطين، وكان هناك حلم لدى المطبلين لاتفاقية أوسلو أنه يمكن إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من أرض فلسطين، لكن هذا الحلم تبدد أمام الغول الصهيوني وأمام مسلسل التنازلات الذي قاده أرباب أوسلو.
انتهى اتفاق أوسلو عمليا وفق الجدول المحدد آنذاك بمرور 5 سنوات عقب الاتفاق، والذي نص على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح لها استقلالها على أراضي قطاع غزة والضفة، فيما تبقى الملفات العالقة كالأسرى والقدس وحق العودة إلى مفاوضات لاحقة يتم الاتفاق عليها، لكن أي من تلك الأمور لم تتم باستثناء استثمار كيان العدو لذلك الاتفاق واستخدامه بمثابة جسر يمر عليه للدول العربية والتطبيع معهم دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. هذه الاتفاقية هي اتفاقية كارثية على الشعب الفلسطيني، وبالتالي المطلوب اليوم التفكير بحلول والتفكير ببدائل عن هذه الاتفاقية التي من شأنها أن يعني تعيد الحقوق الفلسطينية مجددا. باعتقادي أن المطلوب اليوم التفكير باستراتيجية وطنية وبدائل وطنية بالدرجة الأولى، والاتفاق على استراتيجية وطنية واضحة لمقاومة هذا الاحتلال الذي يريد التهويد الكامل للقضية الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن. بناء على اتفاق أوسلو، اعترفت منظمة التحرير بكيان العدو على أرض فلسطين اعترافا أحاديا، كما قدمت كل ما بوسعها للانتقال إلى مرحلة إعلان الاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية في الوقت الذي حصل فيه العدو الصهيوني على كل شيء دون أن يحرز تقدما في ملفات المفاوضات التي وصفها قادة العدو بالشائكة في أكثر من لقاء، ما دفع وبعد سنوات طائلة بلا فائدة للمطالبة بالإطاحة باتفاق أوسلو أولا وقبل أي شيء. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. فلسطين بعد مرور 26 عاما على اتفاقية أوسلو، هذا هو موضوع نقاشنا لهذه الليلة مع الدكتور محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. مرحبا بك معنا دكتور مرة أخرى. لا أعرف دكتور إذا كانت القيادة الفلسطينية تتوقع ما ستؤول إليه الأمور بعد تقريبا ربع قرن من توقيع الاتفاقية وما وصلت إليه الحالة الفلسطينية أم لا، لكن باعتقادكم كيف تصفون وتقيمون الحالة الفلسطينية الآن بعد مرور كل هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا اتفاق أوسلو هو اتفاق يعني عقد بليل أو تم ترتيبه بليل، لم يكن نعلم به سوى يعني عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، حتى أعضاء في اللجنة التنفيذية أنا سمعت منهم مباشرة أنهم لم يكونوا على علم بهذا الاتفاق. نعم. وسألت الرئيس ياسر عرفات رحمه الله في أحد الجلسات لماذا يعني وقعتم هذا الاتفاق بهذا السوء وهذا فقال نحن طرف جزء من الطرف المهزوم في الحرب العالمية الثالثة، يقصد حرب الخليج. فإذن هو أقرب إلى الاستسلام، ولكنه جاء كما قال نبيل شعث كنوع من المقامرة، المقامرة على أساس أن هناك أمل كان يراود من وقع هذا الاتفاق من السلطة الفلسطينية، أمل بأن يكون هناك دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على 20% من مساحة فلسطين. ولكن طالما أن القضايا الرئيسية أجلت وكان هو اتفاق إطار فقط وأجلت القضايا الرئيسية للتفاوض بعد 5 سنوات، فالمفاوضات تعكس موازين القوة، وموازين القوة كانت في صالح إسرائيل 100%، ولذلك هذه المفاوضات كانت مفاوضات لإلهاء الشعب الفلسطيني، مفاوضات عبثية، مفاوضات لا قيمة لها، ولكن إسرائيل استمرت في سياسة نهب الأرض، الاستيطان، تهويد القدس، لم يتوقف لحظة واحدة منذ توقيع الاتفاق، وتضاعف الحقيقة الأرقام، أنا يعني غير جاهز الأرقام، ولكن تضاعف الاستيطان والتهويد أضعاف كثيرة بعد توقيع اتفاق أوسلو. ولذلك إسرائيل استغلت أن هناك رأي عام دولي أصبح، وهناك مجال واسع أن القضية الفلسطينية انتهت، وهي الآن هناك مفاوضات وتم توقيع هذا الاتفاق الإطار الدولي، والكل يعني غسل يديه من القضية الفلسطينية، ولذلك كان هذا مدخل لتغييب القضية الفلسطينية بدل أن يكون هناك صراع مع العدو الصهيوني، هناك انتفاضة 87
العظيمة، انتفاضة شعبية جماهيرية، العالم كله يتحدث عنها، أصبح العالم يتحدث الآن أن هناك اتفاق، والمطبعين العرب والذين يريدون أن يتخلصوا من القضية الفلسطينية ويغسلوا أيديهم وجدوا فرصة كبيرة أننا نقبل بما يقبل بها الفلسطينيون، والآن الفلسطينيون يتفاوضوا والنتيجة نحن نقبلها. ولذلك جاءت أوسلو كان مقدمة لتوقيع اتفاق وادي عربة. أيضا بعد كده جاءت ما يطلق عليه مبادرة الملك فهد، ثم أصبحت مبادرة باتفاق القمة العربية في 2002 في بيروت. كل هذه المسائل كانت مقدمة لأن هناك مفاوضات فلسطينية، والكل قال نقبل بما يقبل بها الفلسطينيون، والآن في حالة تفاوض. لكن هذه المفاوضات لم تعطي شيئا. الواقع على الأرض كان استمرار التهويد واستمرار الاستيطان واستمرار مصادرة الأراضي واستمرار التضييق واستمرار بث السموم داخل الشعب الفلسطيني بأن المسائل انتهت، احتفل بأن لك دولة ولكن هذه الدولة على الأرض لا قيمة لها. الآن على الأرض ما الذي حدث؟ كان يراود الفلسطيني الموقع على اتفاق أوسلو أن هناك سنبني دولة على حدود الرابع من حزيران 67 على 20% وبنحل هذا الموضوع. وإسرائيل كانت تريد إعطاء سلطة فلسطينية أقل من دولة، سلطة وظيفية لها وظيفة محددة وهي حماية أمن إسرائيل. ولأن القوة هي التي تحكم، إسرائيل فرضت هذه الرؤية، ولا يمكن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية أو عن حل الدولتين اليوم. هذا الحل، حل الدولتين وفق اتفاق أوسلو، مات وشبع موتا منذ فترة طويلة. وأصحاب التوقيع الذين وقعوا على هذا الاتفاق، الأمريكان مثلا الذين رعوا هذا الاتفاق، وإسرائيل يقول انتهى حل الدولتين، هناك وقائع جديدة على الأرض، هناك يعني استيطان كبير يأكل الضفة الغربية ويأخذ ما يريد من هذه الأراضي، وهذا الواقع الجديد تعالوا اعترفوا فيه ولا نبدأ المفاوضات مرة أخرى كمان 20 أو 25 سنة بدون أي جدوى. دكتور، من مساوئ هذا الاتفاق أنه قسم الشعب الفلسطيني إلى معسكرين، معسكر تسوية يتبنى هذا الخيار لبناء دولة وإقامة سلطة وما إلى ذلك ويتبنى خيار المفاوضات، ومعسكر آخر يتبنى خيار المقاومة وفيه حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيره. إلى أي مدى ساهم وجود القيادات التي هندست لأوسلو وتبنت أوسلو حتى هذه اللحظة في المشهد الفلسطيني في زيادة هذا الشرخ بين قوى الشعب الفلسطيني؟ يعني أولا، حركات المقاومة الفلسطينية أو المقاومة بشكل عام، أي حركة مقاومة في العالم كله عندما تتفاوض مع عدوها تصل إلى اتفاقية السلام ثم تلقي السلاح. نعم. لكن نحن يعني لا أذكر أن هناك في التاريخ كله مقاومة تفاوض مع أعدائها في أي مكان وألقت السلاح وأدانت المقاومة وأدانت تاريخها في النضال وهي لم تصل إلى اتفاق. نحن أوسلو لم تكن اتفاقا، كانت إطار، وإطار الاتفاق، وأجلت القضايا الرئيسية إلى 5 سنوات. طيب، وفي نفس الوقت تم إدانة المقاومة وتم الاتفاق على تغيير بنود الميثاق التي تدعو إلى المقاومة وتم تجريب المقاومة. طب هذه المسائل، إلقاء السلاح يتم بعد الوصول إلى اتفاق نهائي، ولكن الذي حدث العكس، أننا أدنا المقاومة، ألقينا السلاح، غيرنا الميثاق، ونحن نتفاوض على قضايا إطار ولم نصل إلى اتفاق، وإسرائيل فرضت ما تريده، ولذلك هذا هو سبب انقسام الشعب الفلسطيني. ولا زال البعض يراوده حلم بعد 26 سنة بإحياء المفاوضات مرة أخرى. الآن نتحدثون والله ذهب نتنياهو مثلا، أو قد لا يشكل نتنياهو حكومة ويأتي غانس ليشكل حكومة ويفتح التفاوض مرة أخرى. هناك إجماع إسرائيلي بين كل الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على قضايا وطنية، إجماع أن القدس عاصمة الموحدة، عاصمة أبدية لدولتهم المزعومة، إجماع أنه ليس هناك دولتين بين البحر والنهر، إعطاء يعني. ولذلك الخلاف ليس جوهريا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الخلاف كما يعلم الجميع داخل الأحزاب الصهيونية التي أجريت الانتخابات اليوم، الخلاف على مسائل يعني اجتماعية واقتصادية أكثر منه خلاف على القضية الفلسطينية. ما أقول دكتور، لا يزال هناك أمل لدى فريق أوسلو؟ يعني البعض ربط حياته بهذه المفاوضات وأصبح هناك يعني تيار كبير. أنا أريد أن أقول لك يعني ربما
لو كان الرئيس ياسر عرفات لا أدري موجود، هل يستطيع أن يقطع هذه الخيوط؟ ربطت خيوط كبيرة. يعني الآن تتخذ اللجنة التنفيذية قرارات والمجلس المركزي يتخذ قرارات بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ولا يتوقف. ولا يتوقف هذا التنسيق. طب من الذي يحكم الآن؟ من الذي يأخذ القرار الآن؟ إذا اللجنة التنفيذية وإذا الرئيس أبو مازن حكى في نفس هذا الاتجاه وإذا المجلس الثوري والكل الفصائل يقولوا ومع ذلك يستمر التنسيق، ما هي القوى الخفية؟ يعني مين صاحب القرار في النهاية؟ فهذا يضعف، حتى يضعف السلطة، تصبح السلطة غير ذات يعني جدية إذا كانت تأخذ قرارات في أعلى مستويات سياسية فيها ولا تطبق هذه القرارات. ولذلك أنا أشك يعني حتى يعني هذه مسألة يجب التوقف عنها. لو كان الرئيس ياسر عرفات مثلا موجود، هل يستطيع أو لا يستطيع؟ المسألة كبيرة جدا. الآن صفوة القرن، يتحدث عن صفوة القرن، طلعت قرارات من أعلى مستوى السلطة الفلسطينية من الرئيس أبو مازن وإسحب لكثير من المسؤولين ضد هذه الصفقة. طيب وعلى الأرض ما هي الخطوات التي تطرح حتى تصبح هذه الصفقة في خبر كان؟ هي المسألة ليست تصريحات فقط، أعلنوا عن خطوات كثيرة ولكن يبدو أنها لم تطبق. لا يعني من تجميد العمل بالاتفاقيات، وقف التنسيق الأمني وغيره. ما هو أنت يعني التصريحات، أنت تريد أن ترى على الأرض بدائل موقف. السلطة ليس لديها بديل، هي تقول نريد أن نتفاوض ونعود إلى المفاوضات وما بدناش الأمريكان يكونوا وسطاء وحيدين، يعني الرباعية. طب ما هي الرباعية مرتهنة للإدارة الأمريكية. ما هي مواقف الرباعية؟ أوروبا مواقفها في النهاية ما هي مواقف أوروبا؟ مواقف تمويل فقط هي، لكن ما لهاش موقف في النهاية. الأمريكان والإسرائيليين هم يفرضوا الموقف. ولذلك العودة للمفاوضات وليس يعني الأمريكان هم الوسطاء الوحيدين هي نفس الموال. يعني أنت يعني تعود تتحدث عن أشياء أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة. نعم دكتور، الواقع الذي تحدثتم عنه، حالة الانقسام التي جرت حتى بعد 2007 وتكرست بالممارسات الواقعية على أرض الواقع، كل ذلك يعكس مشهد مأساوي بالقضية الفلسطينية مقابل مشهد بين قوسين ديمقراطي في الحالة الصهيونية، انتخابات تدور كل فترة وانتخابات مبكرة، حكومات تعقد، ائتلافات كذا إلى آخره. بين هذين المشهدين هم وقعوا مع المنظمة الاتفاق ولا يزالوا يعملوا حتى الآن يعني بموجب بعض بنود هذا الاتفاق. ألا يوجد دروس مستفادة من هذا الواقع دكتور؟ يعني هذا جزء من الكأس. نعم. يعني لكن علينا أن نرى الكأس كاملا. نعم. يعني إسرائيل لديها مشاكل أيضا. يعني أولا في 87 كانت إسرائيل تواجه الشعب الفلسطيني وجها لوجه، يحمل حجارة يعني. ما كان عند الشعب الفلسطيني ولا عند المقاومة الفلسطينية، كانت حجارة. لكن الآن إسرائيل ترتبك وهناك قوة حقيقية يمكن البناء عليها، وهناك قاعدة أساسية في غزة تمتلك يعني وسائل، رغم أنها وسائل يعني مقارنة بإسرائيل وسائل يعني قليلة ومتواضعة، ولكن تؤثر على إسرائيل. إسرائيل لم تستطع أن تقضي على المقاومة ولا على سلاح المقاومة في ثلاثة حروب، في ثلاث حروب وفي حصار مستمر. نعم. هذه نعم. كلها إمكانيات للشعب الفلسطيني. هذه المقاومة مش إمكانيات لفصيل معين، نتكلم حماس أو جهاد إسلامي أو غيره من الفصائل، لا، هذه ملك للشعب الفلسطيني. وأيضا هي تصنع، الشعب الفلسطيني يصنع سلاحه بيديه بعد هذا الخنق الكبير في موضوع الأنفاق، يصنع سلاح. فهذه مسألة قوة للشعب الفلسطيني. الآن الشعب الفلسطيني يملك قوة إلى حد ما معقولة، تستطيع أن تواجه إسرائيل وتصمد أمامها وتمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها على غزة الصغيرة المحاصرة المخنوقة، ولا تستطيع إسرائيل أن تحسم. الآن في الضفة الغربية الشعب الفلسطيني يملك أيضا قوة. صحيح أن هناك يعني التنسيق الأمني يمنع الشباب، ولكن هذه العمليات الفردية التي يقوم بها الشباب هذه تعطي أن هناك نموذج روح قوية تتحرك عند الشعب الفلسطيني. يعني ربما الروح في الضفة الغربية تكون أعلى من الروح في غزة، لأنه هو لا يملك شيء ويخرج ليقاوم بسكين، ليقاوم بحجر، ليقاوم بهذا. هذه الروح وفي النهاية المعنوية هي يعني كل شيء في الحروب. في نهاية التحليل الحروب حرب إرادات. هذا الشاب الذي يخرج بسكينه مثلا، نعم،
هو عنده إرادة قوية عندما يهاجم جنود مدججين بالسلاح. هذه الإرادة يملكها شعبنا في الضفة الغربية، ولذلك يجب أن نراهن على الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي الشتات وفي كل مكان. نعم. الشعب الفلسطيني يجب أن نراهن عليه. إسرائيل لديها مشاكل من قبيل الديموغرافيا مثلا في انتخابات دولة ديمقراطية، وصحيح أن هناك انتخابات وتجري انتخابات، ولكن هذه الانتخابات لو أرادت إسرائيل أن تضم الضفة الغربية وقطاع غزة مثلا كما كانت تحلو في يوم من الأيام، طبعا يا إما بدها تصبح دولة أبرتهايد يا إما بدها تصير، إذا تريد أن تحافظ أن دولة يهودية بدها تكون غير ديمقراطية، وإذا أرادت أن تصبح ديمقراطية فالعرب أغلبية بين البحر والنهر. نعم. الآن الفلسطينيين بين البحر والنهر أغلبية أكثر من عدد اليهود، والمصادر التي كانت إسرائيل تعتمد عليها في جلب يهود جدد ليصبح العدد كبيرا نضبت. الاتحاد السوفيتي السابق عندما انهار كان مليون لاجئ يهودي يأتوا إلى إسرائيل، الآن من يريد أن يأتي أتى، ويهود أوروبا وأمريكا مرتاحين في أوروبا وأمريكا ولن يأتوا هنا. وإذا أصبحت هناك ضغوط على المجتمع الإسرائيلي ربما يحدث هجرة معاكسة كمان في اتجاه معاكس، ولذلك إسرائيل لديها مشاكل، ولكن هذا يحتاج من الشعب الفلسطيني كل القوى بدون استثناء أن تجلس في هذا الوقت الصعب الذي تنهار فيه المنطقة ويتخلى فيه بعض العرب وبعض الحكومات العربية عن القضية الفلسطينية وتصبح أقرب إلى التحالف مع إسرائيل. الشعب الفلسطيني يجب أن يجلس ومن أجل أن يرسم استراتيجية للمواجهة والصمود في المرحلة القادمة. هذا هو الأساس. أين يا دكتور، أين يجلس وكيف ومتى ومن يجلس مع من؟ يعني على كل يعني حال أصبح الآن الجلوس على طاولة واحدة أمرا صعبا. يعني هو صحيح، لكن المسؤولية الوطنية تحتم على كل مسؤول ما يشعر بالمسؤولية تجاه الوطن وتجاه هذا الضياع الكبير في المنطقة، وتجاه أن من كان يحلم أن إسرائيل يمكن أن تكون شريكا في مفاوضات انتهى هذا الحلم، وأصبحت إسرائيل هي في الأساس تقول أن ليس لنا شريك، وعلى الأرض تمارس كل الممارسات التي تريد أن تقضي على الثوابت الفلسطينية والقضية الفلسطينية، القدس، اللاجئين، أنت تعرف المؤامرات على القدس وعلى اللاجئين وعلى الأرض، هي الأساس. أين سنبني الدولة الفلسطينية؟ في الهواء سنبنيها؟ ولذلك المسؤولية الوطنية تحتم أن يجلس الجميع ويتصارحوا، ونقر أن هذا الطريق اللي له 26 سنة من مفاوضات طريق وصل إلى طريق مسدود، أوسلو ماتت وشبعت موتا، تعالوا نجتمع مع بعض لنرسم أو نبني استراتيجية وطنية من أجل الحفاظ على ما تبقى من الثوابت الفلسطينية، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، حماية المقاومة، اعتبار غزة قلعة للصمود، ويعني كيف نواجه هذه المؤامرات القادمة. نعم. على ذكر غزة دكتور وأنها قلعة للصمود والقوى العسكرية التي ركمتها قوى المقاومة الفلسطينية، إلى أي مدى يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا لدولة الاحتلال؟ وهل المقاومة بخير بعد كل هذا الحصار الخانق والذي تمثل مؤخرا في غلق الأنفاق وزيادة الضغط على غزة اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا؟ يعني أولا في صعوبة على الحياة في غزة، وكما قلت لك على كما قلت يعني أنت على المستوى الإنساني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي، ولكن في النهاية هذا الصراع مع إسرائيل هذا صراع طويل. نعم. ليس صراع يعني سنخرج غدا من أجل المواجهة الأخيرة، هذه حرب مفتوحة فيها جولات مختلفة، نحن نعزز أو نريد أن نراكم نقاط قوة لدينا، وأصبحنا نراكم نقاط قوة. صح أن هناك مشاكل، أن هناك يعني القاعدة الأساسية التي تحمل المقاومة يجب أن ننتبه إليها أكثر، نعزز صمود الشعب الفلسطيني أكثر، وهذا يحتاج جهد من الجميع، لا نعمل جهد في اتجاهات متعاكسة. نعم. تؤخذ قرارات مثلا في رام الله ضد غزة، أو تؤخذ قرارات من أجل يعني مناكفات سياسية، المسألة أكبر من ذلك، وهذا الصراع كما قلت لك هو صراع طويل وممتد. إذا قلنا أنه صراع سنخرج غدا في جولة وينتهي الأمر نقول والله لا الوضع صعب، لكن إذا كان هذا نريد أن نراكم على المستوى الطويل فنحن نراكم، وأصبحنا نراكم نقاط قوة حقيقية على الأرض. نعم. وهذه تحتاج إلى إضافة نقاط أخرى من قبيل تعزيز حماية المقاومة، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، التمسك بحقوقنا وثوابتنا، ولا نوقع في أسوأ الظروف اختلالا لصالح العدو، ونحاول أن نتواصل مع كل القوى الصديقة
وهي كثيرة في كل مكان. وهذا وجه مشرق جدا دكتور، أنه بعد 26 سنة نتحدث عن قلعة مقاومة، ولو أتيحت الفرصة لقوى المقاومة أيضا في الضفة الغربية وفي القدس لفعلت ذلك وأكثر من ذلك. نعم صحيح. صحيح بدون شك، يعني الشعب الفلسطيني هو أصلا المخاطر الأساسية على الضفة الغربية. نعم يعني صح الشعب في غزة يستشهد ويقتل، لكن في الضفة يستشهد وأرضهم بتضيع والقدس تهول وبيوتهم تهدم ولا يسمح لهم بإعادة البناء. المعاناة في الضفة أكبر حقيقة، يعني رغم أن غزة محاصرة وهذه معاناة حقيقية، لكن هناك الأرض تضيع. ولذلك التعويل كبير جدا إن شاء الله على أهلنا في الضفة الغربية. نعم دكتور، حديثك عن تأجيل القضايا، قضايا الحل النهائي إلى بعد 5 سنوات من أوسلو، وحتى الآن لم تفتح هذه القضايا. نحن الآن أمام واقع جديد، لا أعرف ماذا تبقى من أوسلو، ولا أعرف هل نحن فعلا الآن عندما نتحدث عن هذه الاتفاقية تاريخيا وواقعا ومستقبلا، هل نحن فعلا دقيقين في هذا؟ لأن هناك مياه كثيرة جرت من تحت أوسلو وصولا إلى صفقة القرن. نحن الآن نتكلم عن صفقة القرن، صفقة مشوهة غير معروف لها بداية من نهاية، وهناك تضامن للأسف رسمي عربي مع هذه الصفقة رغم الرفض الفلسطيني وعلى الرغم من الرفض الشعبي، لكن الجميع يتكلم عن صفقة ربما بعد الانتخابات تصبح أمرا واقعا، إضافة إلى البنود التي أعلنت ونفذت في الفترة السابقة. يعني هي أمرا واقعا قبل الانتخابات. نعم. يعني التعامل مع القضايا الأساسية التي أجلت في أوسلو صفقة القرن تتعامل معها. نعم. في على رأسها القضية القدس. نعم. وقضية اللاجئين والأرض الفلسطينية، الأرض اللي يعني التي كان يؤمل أن تبنى عليها دولة فلسطينية، عشان الضفة الغربية يعني. الآن القدس، ما أنت عارف إيش صار في القدس، يعني وإسرائيل على أرض الواقع غير الاعتراف الأمريكي واعتراف بعض يعني السبحة بتكر. أيضا على الأرض التهويد وشراء البيوت وصفقات مشبوهة للأسف كما يقال تشارك فيها يعني جهات عربية. ولذلك هذا على الأرض موجود، بالإضافة إلى الاعتراف الأمريكي وهو مهم. نعم. أنها عاصمة لإسرائيل، واللاجئين محاولة لتضييع قضية اللاجئين والأونروا ومحاصرتها وتجفيف المنابع المالية إلها، وهذه قائمة على قدر وساق. والأرض إسرائيل يعني تتكفل في موضوع سرقة الأرض وبناء الاستيطان. نعم. وهناك حديث عن أن منطقة جيم يعني إسرائيل التي هي تحت أساساً تحت السيطرة، كما حصل في وادي الحمص مؤخراً، كما حصل في وادي الحمص وفي غير هذه أمثلة. نعم. إذن القضايا الأساسية التي أجلت في أوسلو تعالجها صفقة القرن بغض النظر عن أعلنت أو لا تعلن. لأن صفقة القرن في النهاية أنا أعتقد أنها ترتيب إقليمي أكثر منه ترتيب يخص القضية الفلسطينية فقط. ترتيب إقليمي بمعنى أن العرب قالوا أننا نريد أن نطبع مع إسرائيل على أساس حل إعطاء الفلسطينيين الحدود الدنيا المقبولة، وحتى في 2002 في المبادرة العربية قضية اللاجئين حتى تخلوا عنها العرب. وقالوا يعني بالاتفاق. بالتفاوض بالاتفاق. إذن رغم هذا التخلي في 2002 وكان العرب والفلسطينيين يقولوا اعطونا حقوقنا نكمل أوسلو عشان العرب يطبعوا معاكم عشان يصير مفاوض. الآن صفقة القرن معالجة إقليمية، يصبح تطبيع عربي وعلاقات عربية بدون حل القضية الفلسطينية. وكأن هذا مدخل للحل، وكأن هذا مدخل للمفاوضات. يعني بدل أن يدخلوا من بوابة فلسطين الآن جاءوا من بوابة الآن بدون فلسطين. بدون فلسطين. بدون فلسطين وبدون إعطاء السلطة الفلسطينية وبدون حل الدولتين. تعالوا طبعوا لأن هناك خطر كبير يتهدد. هذا كلام خطير جدا دكتور. هذا موجود على الأرض. يعني هناك خطر كبير يتهدد المنطقة، وهي الشماعة إنه إيران وتريد أن في هذه الحرب. يعني هناك خطر كبير، وإسرائيل أقرب في هذه المعركة إلى أن تكون حليفا. في هذه الحرب ضد الإرهاب اللي جاء من إيران أو اللي جاء من الإسلام والتطرف الإسلامي. فلذلك هذه المعركة إذن بناء واقع جديد في المنطقة، إسرائيل تكون في قلبه وشريكة فيه وتأثيرها كبير في هذا الموضوع، والقضية الفلسطينية تؤجل وتنتهي. طب مين حيسأل الآن عن المفاوض الفلسطيني؟ مين حيسأل؟ ولا حد حيسأل عليه. إذا لم نكن نحن
أقوياء، وإذا لم يكن لدينا القوة التي أساساً هي بالحفاظ على ثوابتنا ووحدتنا على أساس هذه الثوابت، ما حد حيسأل عنا. ولذلك هاي موضوع صفة القرن كما قلت لك هي قائمة على الأرض، وهي ترتيب إقليمي بغض النظر عن حل القضية الفلسطينية. نعم دكتور، لا شك أنه نتنياهو كان في دعاية انتخابية في الأيام الماضية، وإحنا في نفس الموضوع بنحكي، هو تحدث وجاء بخريطة ورسم بياني وكذا، تحدث عن ضم غور الأردن الأغوار الفلسطينية إلى الاحتلال أو إلى الكيان الصهيوني ومستوطنات الضفة الغربية. بصرف النظر هل ينجح في عقد تحالف ورئاسة الحكومة مرة أخرى أم ينجح بنتس، هل فعلا تتوقع أن يحصل هذا؟ هو أولا في كما قلت لك في إجماع وطني عند الأحزاب الإسرائيلية جميعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لا دولتين بين البحر والنهر. فإذا هاي الأغوار مسألة، يعني البعض، أنا سمعت بعض التصريحات يعني مرتاحين في السلطة إنه والله نتنياهو يعني خسر هذه الانتخابات. طب ما هو البرنامج الآخر؟ يعني هو البرنامج يميني أيضا، البرنامج الآخر ليبرمان برنامج يميني، وأزرق أبيض برنامج يميني، هم الخلاف كما قلت لك أساسا على برامج متعلقة في الوضع الداخلي وخاصة في الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي أكثر منه في الوضع السياسي مع الفلسطينيين. الآن ربما يكون هذاك أزرق أبيض جينتس يكون أخطر، لأنه نتفاوض مع السلطة الفلسطينية. على ماذا يتفاوض يعني؟ وأيضا لا يستطيع هو إلا أن يكون معه شركاء، إذا كان هم يصنفوا يسار مع أنه يميني برنامجه. نعم. السياسي. نعم. إذا كانوا يريد البعض أن يصنفوا يساري في البرنامج السياسي فشركاؤه في اليمين حيكون إما يعني ليبرمان حيكون شريك وغيره من ال... نعم. دكتور الآن إحنا يعني حتى نستفيد منكم، الآن نحن بعد 26 سنة من اتفاقية أوسلو، هل تعلمنا من دروس؟ ولا أعني هنا المفاوض الفلسطيني وقيادة التسوية الفلسطينية، أعني هنا المقاومة الفلسطينية، لأنه تلاحظ أحيانا دكتور أن هناك سيناريوهات تتكرر في المشهد الفلسطيني، سواء مع حركة حماس، مع حركة الجهاد. الحصار الذي يحصل الآن ليس حصارا بريئا على المقاومة الفلسطينية. هل تعلمنا من الدروس؟ هل استفدنا منها ولمنع الوقوع في فخ الاتفاقات السياسية مرة أخرى؟ يعني الوعي مهم. هو أساس هذه المعركة أن تعي يعني وتعرف من تواجه وكيف تواجه، يعني ومعرفة العدو وكيف يفكر مسألة أساسية. هذا استخلاص العبر من هذا الصراع. نعم. برضو مسألة أساسية. وهذه يتحمل مسؤوليتها المسؤولين، يعني القادة في كل الحركات الفلسطينية. إذا لا نريد أن نخدع أنفسنا ونحن نعرف موازين القوة، لكن بأيدينا أيضا أوراق قوة مهمة وأساسية. مثل يعني أنا قلت لك الشعب الفلسطيني شعب يعني جبار ويستطيع أن يواجه ولديه طول نفس ومؤمن بقضيته ومؤمن بحقوقه. المقاومة تراكم قوة حقيقية على الأرض، مواقفها السياسية لازالت مواقف متمسكة بالثوابت ولم تقايض رغم الحصار الذي قلت أنت عليه، ولكن هناك بعض المآخذ المتعلقة بحماية القاعدة الشعبية وإعطاء يعني حقوقها. نعم. ولذلك أنا يعني لا أتصور إنه حركات المقاومة، مثلا حماس موجودة في غزة وتحكم غزة، لا أتصور إنه حماس نتيجة لهذا الضغط في يوم من الأيام تيجي وتفرط بالثوابت الفلسطينية. تصبح غير حماس. نعم. ويعني الحركة يعني التي تقدم يعني خيرة قادتها من أجل التمسك بالمقاومة والثوابت، يعني لا يمكن أن تكون هذا التاريخ الطويل الذي هو صنعها. نعم. ولذلك حركات مقاومة بتاريخها والشهداء اللي صنعوها هي إن شاء الله ستكون متمسكة بهذا الخيار ومستمرة في هذا الخيار، سواء حماس أو الجهاد أو اليسار، يعني كلهم دفعوا. نعم. رموزهم. لما تكلم عن الشيخ أحمد ياسين، تكلم عن فتح الشقاق، تكلم عن أبو علي المصطفى، تكلم. نعم. كل هذه الرموز. نعم. وحتى في فتح ياسر عرفات هو أصلا اغتيال وتسميم. نعم. لأنه في اكتشف في كام ديفر 2 أن الحديث هذه أوسلو، اكتشف أوسلو في كام ديفر 2 وأن الحديث الآن عن فوق الأرض وعن تحت الأرض، تعال على السيادة بدك توقع. ولذلك عندما
حاول تغيير جزئي طفيف من قواعد اللعبة شطبوه وسمموه. ولذلك هذا الدم الفلسطيني، هؤلاء الشهداء الرموز عن كل فصائل المقاومة الفلسطينية جزء منهم. بالنسبة دكتور، يعني أنا يعني أنت جعلتني يعني أستخرج سؤالا إضافيا، يعني هل أنا لا أعتقد أن القيادة الفلسطينية الحالية، وأعني بها قيادة أوسلو والمنظمة والسلطة الفلسطينية، قيادة تفتقر إلى الذكاء ولا تعرف هذا الكلام، لكن كيف تتعاطى مع هذا الواقع؟ يعني على الرغم من معرفة، يعني أنا أعتقد مثلا أو أخمن أن السيد أبو مازن كمهندس لأوسلو في البداية ورئيس السلطة الفلسطينية الآن وقائد المنظمة وصل إلى هذه النتيجة حتى لو كان بينه وبين نفسه، أم لم يصل إليها؟ يعني أولا أبو مازن يعلن أنه لا يؤمن بالمقاومة ولا حتى بالمقاومة الشعبية. نعم. ولو كان يؤمن بالمقاومة الشعبية ما هي في الضفة تفضل يطلعوا مقاومة شعبية. هناك مجال كم. نعم. ولذلك هو من خلال تجربته التاريخية قال دخل في موضوع المفاوضات وقال إذا فشلت المفاوضات نتفاوض مرة أخرى. هذا الطريق وصل إلى نهايته المحتومة، لأنه إسرائيل ليست هي مثلا نيكاراغوا، ولا إسرائيل ليست هي استعمار عادي يرحل في نهاية المطاف، لا، هذا مشروع صهيوني وإله امتداداته إله علاقاته مع كل العالم. نعم. ولذلك المشروع وصل إلى نهايته. إذا لم يعترف المفاوض الفلسطيني أن النهاية وصل إلى النهاية سيبقى يدور بالأوهام مرة أخرى ويأخذ الشعب الفلسطيني، أو يحاول أن يأخذ الشعب الفلسطيني إلى دائرة الأوهام. على أرض الواقع نحن نرى نتائج كارثية لهذا الاتفاق، ولذلك فصائل المقاومة منذ اللحظة الأولى عندما وقفت ضد هذا الاتفاق، لأنه في البداية ثمن كبير دفع عربون. عربون 80% من فلسطين مش إلنا، واللي كنا ندافع ونتغنى فيهم عبد القادر الحسيني والحج أمين وكذا، هؤلاء كانوا بدهم أرض مش إلنا، طلعت 80% طلعت مش إلنا، مش فلسطين، هي طلعت إسرائيل. وإحنا شركاء في المفاوضات على 20%. ولذلك هاي المسألة دفعت منذ البداية عربون، ونحن وقفنا ضد هذا الاتفاق، وإسرائيل كانت باستمرار ولم تتوقف لحظة عن سياسة الاستيطان في الأرض التي من المفترض أن تصبح دولة فلسطينية. فكيف نتفاوض وهم يبنون مستوطنات؟ إذا كانوا يريدون أن يقيموا دولة فلسطينية في هذه الأراضي، لماذا يبنوا عليها استيطان ومستوطنات؟ ولذلك هذا وهم كبير. الآن وصلنا إلى هذه النهاية المأساوية، أمامنا طريق، لأن الإقليم كله منهار، ولا نعول على العرب الذين يهرولون أو بعضهم الآن يهرول للتطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية. وحتى إسرائيل لا تقيم اعتبارا لهم، ولو كانت تقيم اعتبارا لهم وتريد أن تعمل تطبيع معهم لكان من 2002 فعلت ذلك، مبادرة عربية كان من 2002، ولكنها لم تفعل شيئا، وهم الآن توجهوا إليها دون أن تفعل شيئا في القضية الفلسطينية. نحن بحفاظنا على أنفسنا، بحمايتنا لثوابت، التمسك بالثوابت، وإعادة الاعتبار للميثاق، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية يعني حتى تدخلها كل الفصائل الفلسطينية وفيهم بما فيهم حماس والجهاد الإسلامي، لتصبح مرجعية تدير شؤون الفلسطينية وتحمي الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. بذلك نقدم خطوة حقيقية على الأرض. إذا لم نفعل ذلك وبقيت السلطة الفلسطينية متمسكة بأنه تفاوض إسرائيل، فنحن في فصائل المقاومة، حماس، الجهاد الإسلامي، فصائل اليسار في المقاومة الفلسطينية، وحتى الفتح هناك كثير منهم يؤمنوا بالمقاومة ويريدون المقاومة، هؤلاء مستمرون في مراكمة ومحاولة امتلاك القوة الحقيقية حتى يواجهوا هذا المشروع. نعم. والقضية مفتوحة، هذه المعركة مفتوحة. مفتوحة. دكتور، يعني الآن ما في مفاوضات أصلاً، يعني هل هناك مفاوضات الآن؟ لا، ما في مفاوضات. لا يوجد مفاوضات، يعني السلطة أو القيادة الحالية فقدت جوهر وظيفتها، يعني إذا كان هو ما في مفاوضات، لأنه نتنياهو لا يريد مفاوضات، يريد أن يبقى الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية، ويقول للمفاوض الفلسطيني أنت لا تمثل شيء، وفي نفس الوقت يقيم مستوطنات جديدة، والأغوار يذهب إلى الأغوار، يريد أن يعترف أيضا بالقانون الإسرائيلي يسري على المستوطنات في الضفة الغربية، ولا يبقى شيء. وفي نفس الوقت بعض الأصوات التي خرجت وكأنها تحتفل بأن نتنياهو لم يفز، ستكتشف بعد ذلك أنها لا جدوى من أي حكومة ستشكل، سواء حكومة ائتلاف وطني في إسرائيل أو حكومة
يعني جينيس يكون رئيسها، وهذه لا قيمة لها على المستوى المفاوضات. الاستيطان مستمر والتهويد مستمر، وليس هناك أي فرق وليس هناك أي أمل لمفاوضات قادمة. نعم دكتور، تذكرون في عام 2000 عندما دنس شارون المسجد الأقصى المبارك اندلعت انتفاضة، طبعا كانت هناك ظروف سياسية معروفة وموضوعية، لكن اندلعت انتفاضة واستمرت تقريبا 5 سنوات وحملت متغيرات كثيرة. الآن للأسف الشديد كل يوم تقريبا أو كل أسبوع بنشوف القدس يدنس من خلال دخول المستوطنين والمسؤولين وكذا. مؤخرا كان نتنياهو كجزء من الدعاية الانتخابية في الخليل في الحرم الإبراهيمي وهكذا. المقاومة حتى والمقاومة في غزة تتعرض لأحيانا ضربات وترد، وهناك احتراف في التعامل مع هذا المشهد في الحقيقة. لكن أنتم في المقاومة متى تقررون بالفعل أن هذه اللحظة تستوجب الانطلاق لعمل عسكري أو خلينا نقول لرد ما على إجراءات الاحتلال؟ يعني أولا القدس، الملف القدس على الطاولة، خرج منذ فترة طويلة على الطاولة ويتم تهويدها، والعالم الأمريكان ومن يعني دار في فلكهم يعترفوا بالقدس عاصمة لإسرائيل. الآن الذي يواجه إسرائيل هم أهلنا في القدس، الرجال، النساء، العجائز، الأطفال الذين يخرجون لحماية المسجد الأقصى، وكل العالم كما قلت أنت يتفرج بدون أي حراك. أنا أدرك أن قلوب الشعوب الإسلامية كلها مع الأقصى مع القدس، هذا مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف كثير من الشعوب مقموعة ولا تتحرك، وكثير من الشرفاء لا يستطيعون الحركة، ولذلك هذه مرحلة ستمر، ولكن الأساس فيها هم أهل الضفة، والأساس فيها هم أهل القدس. وأنا يعني متفائل كثيرا أنهم إن شاء الله أهلا لهذه المواجهة، وأثبتوا في البوابات. نعم. وأثبتوا المشايخ والعلماء من أهل القدس دورهم الرئيسي في أن يلتف الشباب حولهم، يلتف أهل القدس حولهم لحماية الأقصى. نعم. وإن شاء الله يستمر هذا الجهد ويتراكم أيضا وتخرج مرة أخرى الشعوب لتأخذ دورها في هذا المجال إن شاء الله. أخيرا دكتور، هل المقاومة بخير ويعني بعافية وتراكم قوتها من أجل التصدي للاحتلال الصهيوني؟ يعني الحمد لله، يعني المقاومة أنا أعتقد أنها كل يوم تستفيد وتراكم قوة وتأخذ العبر وتحاول أن تستفيد من دروس المواجهة مع إسرائيل، كل يوم يعني تصبح أفضل من اليوم الذي سبقه، وهذا دور المقاومة، وإلا لماذا يعني هي موجودة في الأساس؟ وظيفتها حماية شعبنا، التصدي لهذا العدو الماكر، محاولة مراكمة مزيد من القوة، وأن تفتح أعينها جيدا. نعم. لأنه إسرائيل لا يؤمن جانبها بأي حال من الأحوال. وأنا أعتقد الخطورة على المقاومة إذا شكل جينيس الحكومة سيكون خطورة أكثر من لو شكلها نتنياهو، لأن نتنياهو هو هاي انفصال غزة عن الضفة الغربية وهي صفة القرن، هذا ما فعلت التهويد ماشي، لكن هذاك سيأتي ربما يأتي ليفتح باب المفاوضات مرة أخرى، وهذا قد يكون أحد يعني عوامل الدفع في هذا الباب حرب على غزة. ولذلك يجب أن تنتبه المقاومة، ولا يعني كل يوم وكل لحظة تحاول أن تدرس وتفهم وتعي هذا العدو الماكر. كل الشكر والتوفيق لكم دكتور محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عضو المكتب السياسي، عضو المكتب السياسي أيضا في حركة الجهاد الإسلامي. أشكرك جزيلا، كنت معنا في هذه الحلقة من فلسطين. ننتقل بكم إلى زهرة المدائن، التعليم في القدس فرص وتحديات، فابقوا معنا. منذ احتلال القدس عام 1967 يعمل الكيان الصهيوني على أسرلة المدينة وتزييف تاريخها العريق، وكان للتعليم نصيب كبير من هذه الممارسات بنزع صبغته الإسلامية وهويته الفلسطينية بكل الأشكال الهمجية واللا أخلاقية. أكثر من ثلث سكان مدينة القدس هم طلاب على مقاعد الدراسة، وهذا ما لا يرق للكيان الصهيوني
فيعمل جاهدا على إعاقة المسيرة التعليمية والتضييق على الطلاب بكل الطرق وشتى الوسائل. يحاول الكيان الصهيوني السيطرة على المدارس العربية في القدس لتمرير المنهج الإسرائيلي وتهويد المدينة بالكامل وطرد الفلسطينيين منها وإحلال المستوطنين. لذلك هو يمنع خريجي المدارس العربية من الالتحاق بالجامعات، كما يجبي الأموال من المدارس العربية ليضخها في مدارسه الاحتلالية، بل ويتقاضى مدرسو المدارس الإسرائيلية ضعف رواتب المدرسين في المدارس العربية. ولعل أحد الأسباب التي تعيق حركة مئات الطلاب والمدرسين كل يوم إلى مدارسهم هي حواجز الاحتلال المنتشرة في كل مكان، كما الجدار العنصري الذي يقسم المدينة إلى شطرين، ما يفرض على الطلاب والمدرسين السير لمسافات طويلة وقضاء ساعات للوصول إلى مدارسهم. تشير الإحصائيات إلى وجود نقص في الغرف الصفية تصل إلى أكثر من 2000 غرفة، وهناك ما يقارب من 12,000 طالب بلا مقاعد دراسية و20,000 طالب بلا مظلة تعليمية، ويصل التسريب إلى أكثر من 32% بخطة ممنهجة من قبل الاحتلال. إن معركة البقاء في القدس تحتاج إلى دعم المدينة ومواطنيها لكسر أوهام الاحتلال وقطع الطريق على مخططاتهم الاحتلالية، ليأتي اليوم الذي نقول فيه قد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أهلا بكم مجددا إلى ذاكرة فلسطين والحديث عن اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 93 و900 وألف. كان مؤتمر مدريد نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي، الأرض مقابل السلام، فكان نواة لسلسلة من مفاوضات أدت بعد ذلك إلى اتفاقية أوسلو. مفاوضات أوسلو عام 1993، بينما كان الإعداد جارياً لعقد جولة المفاوضات 11 من مؤتمر مدريد، تم الإعلان عن وجود مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقد أثمرت هذه المفاوضات اتفاقاً لإعلان مبادئ حكم ذاتي فلسطيني. بدأت إسرائيل عند هذه المرحلة تتأكد من جدية عرض المنظمة لفتح قناة اتصال مباشرة معها. بدأت الاتصالات بين فريق فلسطيني يضم محمود عباس وياسر عبد رب وأحمد قريع، وفريق إسرائيلي ضم في عضويته شيمون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلي وكبار مساعديه. كانت السرية التي حفت هذه المفاوضات أحد شروط الصهاينة للاستمرار في المفاوضات، فمن المؤكد أن عدم معرفة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وكذلك الأطراف المشتركة في مفاوضات السلام الجارية بأية تفاصيل، إنما تعود إلى اشتراط رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية إجراء المفاوضات بين المنظمة وإسرائيل على نطاق ضيق جداً وفي غاية السرية، والابتعاد عن التصريحات والإعلام خوفا من إفشال المعارضة الإسرائيلية بقيادة حزب الليكود للمفاوضات. خشي عرفات أن تؤدي معرفة مدة الاتصالات إلى مزيد من التمزق في المنظمة التي تعاني من الكثير من المشاكل، وهو ما حدث بالفعل،
حيث استقال الشاعر محمود درويش من عضوية اللجنة التنفيذية، كما جمد شفيق الحوت عضو اللجنة التنفيذية وممثل المنظمة بلبنان عضويته بها. ثم أعلنت الفصائل الفلسطينية العشر رفضها للاتفاق، كما بدأ فلسطيني الداخل في تنظيم المظاهرات لإعلان رفضهم للاتفاق. غير أن إسرائيل والمنظمة قدمتا إلى العالم مفاجأة أخرى تمثلت في تبادل الاعتراف الذي تم في 9 و10 من سبتمبر عام 1993، حيث حصل يوهان يورجن وزير خارجية النرويج على توقيع عرفات يوم 9 سبتمبر، ثم توجه إلى إسرائيل حيث حصل على توقيع رابين يوم 10 سبتمبر، فكانت اتفاقية أوسلو. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أعطرة تحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله.